في نوعية كده من الأبراج بتحب وهي مرتبطة في علاقة عاطفية أو حتى في بداية علاقة عاطفية إن هي تدخل جوه الطرف الآخر، يعني لو فرضنا إن هما شكل الأخطبوط فليهم تمن أزرع، عايزين التمن أزرع دول يحصروا بيهم، ينصبوا الشباك حواليه، يعرفوا كل حاجة عن الطرف اللي هما مرتبطين بيه، لبس كده ليه، بيبص كده ليه، ماشي كده ليه، عمل ده ليه، هيعمل ده ليه. في نوعية من الأبراج كده، وانت تدور وتدور وتدور، وكل ما انت تدور كل ما انت تخليهم ينصبوا الشباك حواليك اكتر ويحاصروك اكتر. النوعية دي من الابراج او من الشخصيات ممكن البعض يشوفها خنيقة، وممكن لو انت بتحبها قوي تقول ده بيحبني قوي وبيغير عليا وبيركز في تفاصيلي وانا بموت فيه ان هو بيعمل كده. تعالوا بقى نتعرف على الابراج كلها في موضوع حلقتنا من ال 12 للمركز الاول، وتوقعوا كل واحد يتوقع كده برجه هيجي في المركز الكام، ولا سيما المركز الاول هيكون مين معاه. اهلا باجمل الناس في الدنيا، يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه اشترك واضغط على الجرس عشان نفضل متواصلين مع بعض، والطلب المعتاد عشان حلقتنا توصل لاكبر قدر من اصدقائنا دوسوا لايك يا ريت وما تكسلوش. في المركز ال 12 واحد من الابراج اللي بتمشي بمبدا حلو قوي، اذا اردت شيئا فاطلق سراحه، فان عاد لك فهو ملك لك، وان لم يعد لك فهو ليس لك من الاساس. برج الدلو الهوائي، من معرفتنا بشخصيته نقدر قوي نقول ان المثل ده او المقولة دي تنطبق قوي على شخصيته في المواضيع اللي زي دي. لا الدلو مش هيعمل معاك زي الاخطبوط اطلاقا، ده اقل الابراج اللي ممكن تعمل معاك حاجة زي كده. انت عارف الصح وعارف الغلط وعارف ان انا موجود معاك في العلاقة وانا هسيبك براحتك، ولكن انا فاهم انت على ايه وانت بتعمل ايه وانت بتفكر في ايه. اعلى منه مركز واحد في المركز ال 11 برج القوس الناري، رغم ان برج القوس مندفع وسريع الا ان هو ما عندوش طولة بال ان هو يغوص في تفاصيل تفاصيلك ويتحمل العقبات اللي هيلاقيها في سبيل كده. هو واحد من ملوك الانطلاق وعشاق الحرية، ومن هذا المنطلق يقول لك اعمل زي ما تعمل، يا خبر النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش، وكده كده هتبان حقيقتك وهنعرف انت بتدور وبتدور وكل ده سببه ايه، او انت في النهاية هتوصل ليه. كل واحد وليه فلسفته مقتنع بيها تتفق او تختلف معاه، ما احنا قلنا قبل كده كل واحد دماغه مريحة. ممكن البعض يستغرب ان برج زي برج الحمل يجي معانا في المركز العاشر في حلقة النهاردة، انا ارد على الاستغراب بتاعك ده بسرعة كده واقول لك ليه بيجي معانا في المركز العاشر وما بيجيش معانا في القمة. الحمل يدقق وتستوقف المواقف الكبيرة مش الحاجات الصغيرة، مش الحاجات رجل او امرأة، مش كل هب ودب، مش اي حركة او اي حاجة يتفاعل معاها وليه عملت كده، لا يكبر راسه ويطنش ويعدي. بس في مواقف كده خط احمر عند برج الحمل هيطلع عينك او هتطلع عينك فيها. نقل مركز واحد عشان نخش في منطقة وسطى شوية ونشوف المركز التاسع. سرطان اللي في المركز التاسع من الابراج اللي بتيجي في منطقة وسطى في حلقة النهاردة، يعني ما بين البنين. برج السرطان المشكلة ان هو ما بيبقاش عايز يحسس الطرف اللي معاه ان هو واخد باله، او ان هو محاصره، او ان هو عامل شبكة حواليه، بس بيكون عامل شبكة حواليك. ومن هذا المنطلق هنا في معادلة، السرطان هيديك إيحاء ان هو سايبك براحتك، وفي نفس الوقت هو مش سايبك براحتك، هو مركز في كل حاجة وعامل حواليك شبكة عنكبوتية كبيرة قوي، وفاهم انت عليه، وبيتشابه مع سياسة الابراج اللي جت قبله. دور مهما الدور في الاخر هنعرف انت عايز توصل ليه. اعلى منه مركز واحد كده في المركز الثامن ايضا في منطقة وسطى، رجل او امرأة برج الثور الترابي، يتشابه شوية مع رجل الحمل او امرأة الحمل او برج الحمل في حلقة النهاردة. يستوقف الثور المواقف الكبيرة، يعني الثور مش كل حاجة صغيرة قوي هيقول لك بتعمل كده ليه وعملت كده ليه وليه بتعمل وايه المغزى وايه السر وتعالى نحل المعادلات، ملوش دماغ للكلام ده. بس في حاجات كبيرة كده يقف عندها وتقوم الدنيا وبتقع. ما تيجوا بقى نخش في الجد شوية عشان ناخد برج أشد في الموضوع ده، برج عنكبوتي من الدرجة الأولى.
برج الميزان اللي بيجي في المركز السابع، دور وانا دور. ايه رأيكم في المنطق ده؟ الميزان رجل او امرأة، يقول لك دور وانا دور، واللي يتعب الاول نشوف مين اللي هيجيب او اللي نفسه يعني هيتعب الاول. دي السياسة اللي هيتبعها معاك برج الميزان. ولكن هو واحد، ما احنا دخلنا في الابراج بقى اللي هي يمكن ان احنا نطلق عليها ابراج كالاخطبوط في العلاقة، وان كان الميزان في شوية في حلقة النهاردة من برج السرطان ان هو ممكن ما يبينلكش قوي، ولكن في نفس الوقت المخابرات والابحاث السرية شغالة والشباك محاصراك من كل اتجاه، اعلى منه واشد منه وعنكبوتي، يعني صاحب شبكة عنكبوتية واخطبوطية من الدرجة الاولى. احنا دخلنا في الجد بقى، دخلنا في موضوع حلقتنا لما نلتقي ونتقابل وجها لوجه مع برج الجوزاء الهوائي، رجل او امرأة اخطبوطي ومن الدرجة الاولى. الجوزاء كده كل المقدمة اللي احنا قلناها في بداية الحلقة من صفات الابراج اللي بيطلق عليها كالاخطبوط تنطبق حرفيا على برج الجوزاء الهواء. انا اما اطنش اطنش بمزاجي، ولما ما اتكلمش ما اتكلمش بمزاجي، ولما اعدي اعدي بمزاجي، لكن لما استلمك بقى واركز معاك اقسم بالله، بص الحاجة اللي قد كده هنقعد ونحلل فيها ونجيب اولها واخرها والمغزى منها. شوف بقى، التقي بقى مع برج الجوزاء وشوف ممكن يعمل معاك ايه في حاجة زي كده. الجوزاء يطنش، ممكن يطنش، بس ساعة ما يقرر يقرر. قبل ما نطلع ونخش على برج أشد وأقوى وأعتى في الموضوع ده، هقول حاجة سريعا. رجعنا صفحتنا على الفيسبوك يا جماعة، بس مش هيبقى عليها منشورات، يعني يعتبر صفحة جديدة. أنا سايب لكم الرابط بتاعها في الوصف بتاع الفيديو وفي أول تعليق. اشتركوا رجاء، عايزين يعني نرجع الناس اللي كانوا عليها عشان نبدأ إن احنا نتفاعل عليها زي ما كنا. ملناش أي صفحة على الفيسبوك غير محمد أبو زيد، نفس القناة على اليوتيوب وهي على الفيسبوك. أي ناس تانية نصابة، الغوا الاشتراك عند النصابين دول رجاء، ما تخليهمش يستغلوكم. إن شاء الله خلاص هتلاقوا اللينك بتاعها، اشتركوا فيه رجاء، محدش يكسل، عايزين نرجع الصفحة زي ما كانت. أخطبوطي من الدرجة الأولى، ما هو بيتشارك معاه في الطبيعة بتاعته. لو عملنا برج برج الأخطبوط كان ممكن يبقى فيه كتير من برج العقرب. العقرب يعني زي ما احنا بنقول كده يهدى ويتقل لحد ما يتمكن. الفكرة ان انت هتحس ان العقرب ساكت وهادي، ده في البداية كمان، ومش مركز معاك، وعامل نفسه في وادي وانت في وادي، وهو عمال بيلف كده دراعاته حواليك من فوق ومن الجناب ومن اليمين ومن الشمال، ومرة واحدة يجي ماسكك، لا تعرف تروح يمين ولا تعرف تروح شمال. العقرب في العلاقة العاطفية أخطبوطي ومن الدرجة الأولى. تعالوا بقى نشوف اللي أشد وأخطر منه في الموضوع ده، اللي في المركز الرابع، الأسد الناري. الأسد الناري بيتربع منفردا ومغردا كمان على المركز الرابع، وعلى رأس المركز الرابع من الأبراج أيضا اللي يطلق عليها او تلقب بالاخطبوط في العلاقة العاطفية، لان برج الاسد بيتخطى ما بعد الحدود ممكن المتعارف عليها، يعني بيخش في تفاصيل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل كمان انجاز التعبير، وبيحصرك وبيلف حواليك 360 لفة في الدقيقة الواحدة. ده برج الاسد بالذات لما يحب قوي ويهتم قوي، وعشان كده هو من الابراج الاخطبوطية او العنكبوتية من الدرجة الاولى، وجه في مركز متقدم جدا اللي هو المركز الرابع. اعلى منه مركز واحد في المركز الثالث، واشد واقوى منه، ومن احد الابراج ايضا الملقبة بالابراج اللي تلقب بالاخطبوط، هو الجدي الترابي. نفس السياسة ونفس الفلسفة بتاعت الاسد موجودة في الجدي، ولكن اشد وبمراحل، عشان كده سبقوا مركز واحد. الجدي ايضا يركز في كل حاجة ويغوص 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 بداخلك لحد ما يوصل للي هو عايزه، وما يرتاحش الا لما يوصل للنقطة اللي هو عايز يوصل لها، وما يرتاحش لو في حاجة غايبة عنه، ما بيعرفش يكبر دماغه ابدا في العلاقة العاطفية. عشان كده رجل او امرأة ممكن يكون متعب شوية للي هو مرتبط بيهم.
إذا كان ده حال الأبراج دي، فما بالكم باللي في المركز التاني، أو فما بالكم بمتصدر الترتيب؟ مين ذكي توقعه؟ في المركز التاني امرأة أو رجل الحوت أخطبوطي ومن الدرجة الأولى، ما فيهاش كلام، ما فيهاش نقاش. حبينا كأبراج حوت هنلزق في الطرف الآخر، هنغوص داخل الطرف الآخر، هنغوص بدرجة كبيرة قوي، هنتعمق في داخله، هنكون معاه، شفته زي ظله كده في كل حتة، لازم يكون عنا في وسط راسنا. الحوت كده، سياسته كده وفلسفته كده، ودايما أقول لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، ولكن خلينا نقول 90 95% من مواليد الأبراج دي هي دي طبيعتها. بينما متصدر الترتيب البرج الأخطبوطي بالدرجة الأولى، أكتر برج أخطبوطي بالدرجة الأولى وعنكبوتي بالدرجة الأولى هو العذراء الترابي، رجل أو امرأة. العذراء لو طنش يطنش، ولو ركز محدش يركز قده أبدا أبدا. ولو جبنا كل الأبراج كده حطينا تركيزها في كفة والعذراء في كفة، هترجح كفة برج العذراء. حاصرة ومحاصرة ومحاصرة، وشبكة خلف شبكة خلف شبكة خلف شبكة، لحد ما يضعك بالكامل بكامل أجزائك وتحركاتك وتصرفاتك تحت ناظري. هو ده برج العذراء لما يحب. أنا قلت لما يحب ويكون في العلاقة العاطفية ويحب بجد. رجل والمرأة أشد. على فكرة النساء، دي حاجة عايز أقولها لكم، نساء الأبراج كلها في موضوع حلقة النهاردة أشد من الرجل. يعني أنثى العذراء أشد من رجل العذراء، أنثى الحوت أشد من رجل الحوت. هي كده بطبيعة الأنثى، بالطبيعة بتاعتها، يعني الطبيعة البشرية بتاعتها، لما نيجي نكملها بعلم الأبراج. اللي لسه يدعم الحلقة بلايك، يا ريت تدعمها بلايك، اكتبوا لي آرائكم، بقرا كل تعليقاتكم، بتعرف كمان عليكم من خلالها. اشتركوا في صفحتنا، خلاص عملنا الصفحة الجديدة بقى عشان نبدأ نمارس نشاطنا عليها. هتوحشوني أوي، تصبحوا على خير.